Très bien. شكرا على هذه المتاحة. لابد من التجاوب قليلا مع شركة كارا لكلمتين فقط أو ثلاثة جمل باختصار شديد. نحن في معرج ينبغي للجميع أن يتحمل مسؤوليته. الدولة، وزارة الاتصال والثقافة تتحمل مسؤولية كبرى نحو أو في الدفع بهذا الجسم الصحفي إلى لا ممارسة الأخلاقية ولا المنضبطة لقواعد الصحافة. واحد، هذا الإسراع نحو تقييد الصحافة الإلكترونية بقرارات وزارية أظن على أنه غير مناسب اليوم. بدل ذلك ينبغي الإسراع بالتكوينات الجهوية لفائدة الصحافة الإلكترونية. واحد، في المقابل لا بد للصحفيين الإلكترونيين أن يعوا دورهم الرسالي ودورهم الحضارية والثقافية والتنويرية التي يصنعون بها وعي وهندسة عقل المتلقي المواطن المغربي ليكون حقيقة مواطنا فاعلا في المجتمع. اثنين، لهذا لا ينبغي أن ينتظروا تكوينات الوزارة بل ينبغي أن يتمتعوا بإرادة ذاتية في التكوين، أن يذهبوا لدورات، أن ينظموا دورات تكوينية في إطار جمعيات، إطارات مهنية. وهنا لا بد أن أفتحوا حد القوس لأن أجد منين مضطرة لهذا الأمر على الأقل على مستوى المدينة طنجة وجهة طنجة في طوال الحسين. إذا لم تقوم النقابة الوطنية كهيئة نقابية مدافعة عن الصحفي بأدوارها ينبغي الصحفي الإلكتروني أن يتكتل في مؤسسة وهيئة أخرى. ينبغي الاشتغال بإرادة وباحترافية وبمستقبلية وبكل أمل سي حسن برهان لأن هذا الأمل هو الذي نحافظ عليه. وأنا أشكرك لأن أتذكر الاعتقالات السابقة في تطوان والاحتجاجات وأتذكر كل تلك المراحل وأشكرك لأنك ما زلت تحمل رصيص الأمل الذي سوف يحملنا جميعا نحو باب الأمان. شكرا جزيلا.